قلت والله انا داش اساس بس اخذ الشهاده، زين ما راح تصبح معلم او ما راح تصبح معلمه؟ لا، لان في ظل الاوضاع اللي احنا قاعدين نشوفها ونسمعها نعم. مستحيل انا اعمل معلم. نعم. يبقى مو احنا لازم نغير هذه النظره؟ طبعا اكيد ما لازم نزرع هذه النظره في ابنائنا وبناتنا بان هذا الامر امر ما هو صحيح. الامر هذا اللي قاعد يصير يا جماعه يعني خساره لهذه البلد، خساره لابنائنا وكذا، يدرسون ويتعبون وياخذون الشهادات وبعدين لما نقول لهم تعالوا يبا هذه المدارس مفتوحه يقول لك والله انا لا ما تعين. يعطيك العافيه دكتور عبد الرحيم، وشاكره لك على هالتواصل الايجابي، وشاكره لجمعيه المعلمين كممثل لها امين سر، لان فعلا كنا بحاجه الى صوت نسمعه من جمعيه المعلمين، وكنت حريصه على هالموضوع هذا. ولكن اقول الحمد لله ان تواصلنا معك ووضحت كثير من الامور. شكرا لك من كل قلبي على تواصلك وعلى اتصالك وعلى توضيحك الكثير من هالامور هذه والملابسات، خاصه اطاله الدوام يوم الثلاثاء، ونشوفك ان شاء الله في لقاء قادم. شكرا لك يا دكتور عبد الرحيم. انا اشكرك دكتوره فاطمه، ما قصرتي، واشكر ضيفتك الكريمه. حياك الله. حياك الله. اختي عائشه الصدقين وهو قاعد يتكلم فعلا انا ببتدي بحيث ما انتهى الدكتور قضيه المدرسات. نعم. اسال انا بعد هالايام لان الموضوع التربيه يهمني، فواحده من الناظرات قالت لي الصدقين المدرسات اللي عندي خريجات بكالوريوس اول كانوا تدرين دبلوم ومعهد بس مخلصين يعطون، تقول الحين بكالوريوس عندهم مثل ما قال الدكتور عبد الرحيم، فيون تقول ما له خلق تدرس، ما له خلق تعطي، تسالينها ليش؟ تقول لك والله عشان الراتب او عشان الاجازات. هذا الموضوع مرتبط بالجودة أكيد، صح الكلام ولا صح لا؟ صح الكلام، صح. فأبيش تتكلميني فيه، وإذا عندك تعليق طبعا على الدكتور عبد الرحيم طبعا تكلم باستطالة، وأكيد أنا لقيت سجلين بعض النقاط نحب نسمع منك. طبعا أنا حي الدكتور عبد الرحيم الكندري. نعم. وأؤكد على الكلام، وأحب أضيف عليه النقطة اللي احنا تكلمنا فيها، هو فعلا أن لم يكن هناك تخطيط، وأيضا هناك الحلقة المفقودة ما بين وزارة التربية وما بين الميدان التربوي. فمثل ما تفضل الدكتور قال إن ما في دراسات، وإن احنا كجمعية معلمين كميدان تربوي لم نرى هذه الدراسات، فمن باب أجدى إن احنا نؤكد، إذا معناته إن احنا حطينا إيدنا على الخلل. إذا خللنا في وزارة التربية إن هو الميدان التربوي بعيد عن هذه القرارات وبعيد عن هذه الإصدارات. فبالتالي إذا أنت تبي تضمن أن قرارك يكون صائب، لأن أول وتالي قرارك القرار إيش حقه؟ مو حق الميدان التربوي، مو حق أنك ترتقي بالعملية التعليمية يا أخي. فإذا أنت استشير اللي بالميدان التربوي، عرفت شلون؟ والحلقة الرابطة بينهم اللي هي جمعية المعلمين الكويتية، فبالتالي أنت في هالحالة تكون استوفيت الموضوع. إذا نؤكد أن هناك خلل في عملية استقطاب الآراء الميدانية الدقيقة والسليمة من الميدان التربوي. إذا هذا أكيد أكيد ومنتفقين فيه إحنا مع الدكتور. نتكلم في النقطة الثانية بعد ما ناخذ عائشة الاتصال من الأخ زيد الحميدي، نقول ألو. هلا أخوي زيد، حياك الله، تفضل. ألو، السلام عليكم. هلا عليكم السلام، هلا أخوي زيد. العافية أخت فاطمة. الله يعافيك حبيبي، تفضل. مشكورين على قناة الشاهد على القضايا المهمة صراحة. الله يسلمك. وأحييك وأحيي الأخت عائشة. أهلا وسهلا فيك. كلامها جدا موزون وصراحة عين العقل والله العظيم. الله يسلمك أخوي زيد. أنا صراحة ولي أمر طالب. زين. فبخصوص إطالة الدوام الدراسي، يعني ما منه فائدة، يعني صح أنه 25 دقيقة ترسخ الولاء في الطفل، هذا عكس بالبيت قاعد ارسخ له الولاء، انا بالمدرسه يعني بكل الحصص قاعد يترسخ فيه الولاء الحمد لله، يعني عرفتي. فالاطاله الحين راح يقولون يوم الثلاثاء، وانا اكد لك السنه الجايه راح يقولونها، السنه الجايه راح يقولونها لا خلوها يومين الاحد والثلاثاء لما تصير خلاص اطاله. يمكن يقولوا لك ما يقولون يومين، سيدي يقولوا لك ساعه ثنتين على طول. اي والله العظيم، يعني ثاني شيء انت شوف الزحمه، شوف الجو عندنا الحين، يعني الولد يرد وجهه احمر مره كلش من الحر والشمس. يعني انا عندي مثال الحين، انا من متى بادين الابتدائي؟ من 21/9. ايه. حلو؟ نعم. تصدقين تامنين بالله اليوم عطوا الجدول؟ اليوم الجدول استلم؟ والله العظيم اليوم الجدول، والله يا اخت فاطمه اشيل جنطته بالهده، والله العظيم لين اوصل السياره هيلين حيلين حد كلش ما اقدر والله العظيم. فكل يوم قاعد اقول له يا باب المدرسه متى يعطونا الجدول؟
تقول لا، تقول مره يقول لي تهاوشني، مره مدرس تخيل تقول له السنه الجايه، يقول السنه الجايه يعطوني الجدول. يعني ما لين اليوم رحت الناظره قلت مو حل ترى، والله حرام قاعد يحط كل الكتب اللي عنده، كل الكتب رايح ورات فيهم شايلهم على ظهره، كل الكتب والله انه كاسر خاطري اني قمت انزل وياه واشيل الجنب. هذا شعار، شلون الشعار شلون تخفف الحمل عن الاطفال؟ هذا من مؤشرات، مؤشرات يعني الجوده. والله لا والله هذه من مؤشرات والله الجوده. والله العظيم اني خايف على ظهره، صدق صدق خايف على ظهره. زين انا بعطيك مثال، ما راح اطول عليكم. انا ولد عمي عاش بامريكا سنه ونص، ايه حلو، فعنده واحده من بناته دخلها اولى ابتدائي هناك، ايه مدرسه، والله العظيم يقول ترد الساعة 3 ما وياها كتاب واحد البنت. قلت شلون ما وياها كتاب لا واحد؟ ان شاء الله جاي لكم في الطريق ان شاء الله بيخلوك ان شاء الله. اي يعني ان شاء الله يعني شو حتى كل وقتها بالبيت تقضيه لعب، كل وقتها الدراسة هناك. اي لا ان شاء الله هم وعدونا وزارة التربية يعني من خلال تصريحات الوزيرة، من خلال تصريحات وكيلة الوزارة، ان شاء الله كل شيء باللاب وداتا شو وكل شيء راح يكون كمبيوتر وكل شيء راح يكون بالتكنولوجيا الحديثة. شاكرا لك اخوي زيد، ما قصرت، يعطيك العافية. تسلم تسلم لي. نرجع مرة ثانية الكلام انا الحين كثير. الاخ زيد نبهني حق شغلة مهمة وايضا يعني انا ودي لو ان وزارة التربية، واعتقد ان هذا يعني ساعات يكون بعيد عن وزارة التربية اللي هي قياس النتائج وقياس وتقييم أي تجارب، أنا أقول لو أن وزارة التربية تسوي عملية قياس غياب الطلبة والمعلمات في يوم الثلاثة، خل تطلب إحصائيات غياب الطالبات والطلبة والمعلمات يوم الثلاثة، راح تلقى أن نسب القيام أعلى نسبة من بقية أيام الأسبوع. هذا مؤشر ممكن يفيد وزارة التربية في أنها تطبق وتعمم هذا هذه الفكرة في إطالة الدوام. نعم. بس مجرد أن هي تقيس نسب الحضور والقياب ليوم الثلاثاء حق الطلبة والطالبات وأيضا حق المعلمين والمعلمات، راح تلقين أغلب المعلمات وأغلب الطالبات أو الطلبة راح يغيبون يوم الثلاثاء، وبدال ما احنا نعالج شيء احنا راح نفتح علينا فجوة ثانية. تكلمنا بعد في النقطة جدا اللي طرحتيها مهمة اللي هي المشاريع التطويرية، وتكلم عنها الأستاذ المتصل، قال إن ولدي إيه والجنطة وظهرة والجدول والأمور هذه كلها من ضمن من ضمن المشاريع التطويرية اللي يعني اتحفتنا فيها وزارة التربية إنها هي تحط خزانات بالفصول. روحي بطل الخزانات الحين شوفي شنو فيها، فيها غبرة ما فيها مفاتيح، وإذا ضاعت مفاتيحنا هذه تدورها عند هذه وهذه تدورها عند هذه، الجدول المدرسي مو مستقر، حتى الطاولات اللي يقعدون عليها الطالبات يعني من باب أجدى إنها تكون في وضع صحي سليم. تذكرين إحنا قبل بالمدارس وضعنا في الطاولات قعدتكم لا وبالعكس كانت قعدتنا في طوابير وفي درج ونطالع الصبورة، فوضعنا كان تقريبا سليم. صحيح. الحين حتى لما تشوفين الدراسات وتسمعين حق شكوى أولياء الأمور تقول لك أنا بنتي بدأ يصير فيها نوع من الحول من طريقة قعدتها على الطاولات، نص دونات مو كل شيء يطبق زين، ولا كل شيء يعني فيه الوان وصبغ زين. ايش فينا احنا درسنا على طاولات وقلم ومسطره خشب وهذا وزيننا طلعنا؟ ترى التطوير والجوده مو بس بالادوات، التطوير بالجوده في انك انت ترتقي بنسبه التفكير والقبول. مو اني انا احط لي طاوله ولا احط لي العاب بالمدرسه ولا احط لي حمام سباحه، احنا 30 سنه 33 سنه لا حمام سباحه ولا شيء ولا شيء. وشفتي انت اجيالنا والأجيال اللي عقبنا بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ليش؟ لأن اللي كان يحركنا من داخل حب هالديرة، اللي كان يحركنا مخافة الله سبحانه وتعالى. ما تحط لي كرسي ملول ولا تحط لي صبورة ولا تحط لي كمبيوتر، لا صحيح أن التكنولوجيا حلوة لكن لا تكون هذه بس الهم الشاغل لوزارة التربية. أنا طورت حطيت لكم درج، أنا طورت لابتوب، أنا طورت بحط لي كاميرا. إحنا نبي التطوير اللي يكون يبدأ من ذاتنا من داخل أنفسنا إحنا، وبعدين إحنا نرتقي في العملية التعليمية. نعم. برايك أختي عايشة شنو أهم المعوقات العام الدراسي الجديد واللي يبتدي معه بداية العام الدراسي؟ أحب تكلميني بشكل عام يعني عن هالموضوع هذا. أرد وأعيد لأن أنت حريصة على الموضوع هذا أستاذة فاطمة، اللي هي موضوع الجودة. اي طبعا نعم نعم. الحين انت تبي تتكلم عن الجوده وتبي تحقق الجوده من خلال مثلا خلينا نقول معلمات، المعلمات يؤدون ويوصلون المعلومات الى الطالبات،
شلون يتحقق هذا واذا انت ما عندك حسن توزيع معلمات في المدارس؟ نعم. يعني مدرسه استاذه فاطمه عندها زياده 4-6 مدرسات، ومدرسه ثانيه تشكي نقص. مديرتها ان هي عند نقص مقدر. هذه المديره اللي عندها نقص معلمات وقاعده تسوي اسقاط بجدولها، شلون تطالبها بالجدول بالجوده؟ شلون بتطالبها؟ صحيح. شلون تبي تعطي هي علشان تعطي معلماتها؟ فمش قاعده انا اقول لك مو ان احنا نحكي بالجوده، لا، انك انت تعطيهم العوامل اللي تساعدهم. مدرسه فيها زياده 4 مدرسات وفي نفس التخصص، وطالبهم المديره، هذا الحكي امس وصلنا، نعم. وطالبهم المديره تقول لهم انا عندي نقص 4 مدرسات وفي المدرسه الثانيه فيها زياده، يا اخي طعمني بزياده. صح. لا، تخبط، نقدر نقول تخبط، تخبط وتدخل فيها امور ثانيه. لا، المفروض انا اكون اقوى من كذي، يعني فلانه وعلانه وزيد وواسطه وهذه، خلاص كبرنا على هالشيء هذا، خلاص. احنا بس ناخذ اتصال عايشه ونرد لك مره ثانيه. اتصال فوزيه، شنو فوزيه؟ صبريه سالم. نقول الو اختي صبريه. الو، السلام عليكم. هلا حبيبتي. عليكم السلام. شلون شيختي؟ حبيبتي حياك الله. الحمد لله اختي. انا حبيبتي سمعت برنامجكم ومتابعتها انا من الاول. إيه؟ بصراحه وايد عجبني، واشكر كلام الاخت اللي مش هتكلم، عايشه العميري. عايشه العميري قعدت، يعني بصراحه اشكرها وايد وايد على الاشياء اللي ثارتها على ايام الدراسه، يعني الاوليه. ايه، ايام دراستنا احنا كنا. انت معاها يعني كنتي؟ لا انا ماني معاها. ها. بس يعني انا كنت انا بيني وبينك كل واحد يجيبه من امس لليوم. امس دكتور كاظم كل واحد يطالع يقول لي جيلنا مستلميني. انا ما اعرفكم. جيل ولا تعرفوني. انا عندي تفضلي صبريه. حبيبتي احب اني اثيرها. أي. على نفس المناهج يعني. تحكي يا حبيبتي. بصراحه ان طبعا احنا خسرنا فلوسنا وخسرنا صحتنا ومن شنو من هالمناهج اللي يعطونها حق عيالنا، هالمواد الصعبه، هالاشياء المتطوره عندهم على انها يعني تفيد الطالب. إيه؟ بالعكس، الطالب راح يدرسها مني والسنه الجايه راح ينساها مني، مو مثلنا احنا المعلومات اللي احنا باقيها تعبونا. بقول لك صبريه، انت مدرسه ولا انا لا مدرسه ولا شيء، بس تدرسين عيالك ها؟ الحين إيه؟ إيه؟ انا يعني مثل انا عندي واحده بنت تدرس بالسادس. اي، وتدرسينها ها؟ اي، ضغط، سكر، قلب، كله يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. شيء مدرسات وشيء يعني انا بدرس، يعني صراحه انا تعبت شويه. حبيبتي يعطيك العافيه. يعني صبريه. انا بقول لك على حبيبتي، بقول لك على نقطه واحده. يلا تفضلي. يعني بصراحه الوزيره لازم يعني الله يهديها شويه، تعرف ظروف العالم الصحيه قبل لا تطور بهالمناهج وتصعبها. إيه؟ لازم يعني يعرفون ظروف الاهالي. نعم. صحيه، نفسيه، يعني اقتصاديه، صح ولا لا؟ لا حبيبتي، اذا هذا وجهه نظرك وان شاء الله يسمعونها كلهم. وبعدين عندي نقطه واحده، ان بصراحه اي موضوع يعني مثل ما تقول اي منهج راح يتطور او راح يتصعب، لازم يكون دكتور في معاهم بدكتور نفساني. عافيه. صح ولا لا؟ اي قاعد اسمعك، كملي صبريه. دكتور نفساني يكون معاهم، يعني بصراحه يشوف يعني شو اقول لك؟ حبيبتي يعني يشوفون لما يثرون هذه النقاط يعني اللي تحت الوزيره، لما يشوفون يعني يبون يطورون او يبون يصعبون او يبون يسوون اي شيء. اي، ان على اساس يعني يستعينون باطباء اكاديميين نفسيين لدراسه هالمواضيع هذه. اختي صبريه، انا شارفت على ختام. حبيبتي مشكوره، ما قصرتي على الاتصال الجميل مثلك. انا شارفت على ختام الحلقه. باكر ان شاء الله احنا لنا تكمله مع الاستاذه عايشه العميري، لان كاها اوراقنا واسئلتنا كثيره وفي حكي وايد طويل عريض. احنا مشاركات كثيره بعد، ننتظر المشاركات. نفس الضيفه العزيزه الكريمه الغاليه باكر راح تكون حاضره، نفس الموضوع عن اطاله الدوام المدرسي، لان ودي باكر يوم الثلاثاء يا اهل الديره، يا اخواني، يا اخواتي، يا امي، يا اختي، يا بنتي، يا ريت تدقون علي وتتواصلون معي وتشوفوا ردود الافعال. صار معاكم بالطريق، صار معاكم في الانتظار، انت يا مدرسه داخل المدرسه شلون امورك؟ يا ريت نسمع منكم باكر، لان باكر عن التربيه استكمالا لحلقه اليوم، لان مثل ما قلت لكم اتصالات كثيره وانا بانتظاركم. اختي عايشه معلش باكر احنا ان شاء الله نكمل ان شاء الله عن الموضوع هذا فعلا.
في حديث طويل عريض بالإضافة إلى إطالة الدوام المدرسي وكثير من التحديات اللي تواجه التربويين. شكرا لكم يا أهل الديرة، أحبكم وايد وعساكم على القوة ومع السلامة.